كلنا وراك يا وليد، كلنا وراك يا رجراجي. إن شاء الله تكون موفق فنيا وتكتيكيا في إعداد لاعبي المنتخب المغربي نحو فوز كاسح إن شاء الله ضد منتخب تنزانيا يوم الأربعاء القادم. عندي إحساس إن البطولة دي مغربية، محدش يقول لي الإحساس منين، لكن والله العظيم إن شاء الله إحساسي يكون حقيقة واللقب يكون من نصيب المنتخب المغربي. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا. في ثلاث لاعبين من المنتخب المغربي حتى الآن لم يتم التأكد من جاهزيتهم لمباراة تنزانيا. هنتعرف عليهم وهنتعرف ايه هم بدائلهم، لكن وصل لك الفيديو انزل اعمل لايك حالا بالا فعلا واشترك في القناة. عاوزين نوصل بقى ل60,000 مشترك في اقرب وقت ممكن، وما تنساش تفعل زر الجرس. اولا، جريدة المنتخب المغربية اكدت ان في ثلاث لعيبة من لاعبي المنتخب المغربي حتى الان خارج مباراة تنزانيا. ايه هما التلات لاعبين؟ اولا نصير مزراوي، ده مؤكد لانه كده كده اصلا مزراوي هيكون جاهز في الجولة الثالثة، مش هيبقى جاهز حتى في مباراة الكونغو في الجولة الثانية، لا هيبقى جاهز لمباراة زامبيا في الجولة الثالثة. طب اللاعبين التانيين هما غانم سايس وحكيم زياش. وليد الرجراجي بينتظر قرار الجهاز الطبي اللي بيصارع الزمن من اجل جاهزيه هذا الثنائي، لكن بنسبه كبيره مش هيكونوا موجودين في مباراه تنزانيا الا لو حدث شيء غير متوقع. عادي، غانم سايس مدافع عملاق لكن في بدلاء ليه كبار، حكيم زياش ساحر لا مثيل له، لكن ان شاء الله اللي يلعب مكانه يكون زيه واحسن منه كمان. وليد الرجراجي في حيرة من أمره، لكن كلنا نثق في البدلاء اللي هيلعبوا مكانهم إن شاء الله في مباراة تنزانيا. وما تنساش كل حاجة، ما تنسكش إن مصر اتزنبقت من الموزمبيق ورقصني يا جدع.